مشاهدة قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر العاجل هنا من مدينة الدار البيضاء. بعد زلزال ليلة أمس، زلزال اللي حس به كل مغربي. أولا قبل ما نبداو هذا المباشر كنتمنى أنكم تدعيو مشاهدينا الكرام مع ضحايا هذا الزلزال، الله يرحمهم، اللهم انر قبورهم، اللهم اجعل مثواهم الجنه، اللهم ارزق اهلهم الصبر والسلوان. هذوك خوتنا، اي واحد كيشوف هذا المباشر ادعي معاهم، اي واحد قادر انه يتبرع بالدم ما يبخلش ويمشي لاقرب مركز لتحقن الدم ويتبرع به، راه خوتنا محتاجين لنا اننا نوقفوا معاهم. كشفنا البارح كانت ليله بيضاء بالنسبه للناس كاملين، المغاربه كاملين كانت واحد ليله بيضاء، كلشي خرج كيلباس في الزنقه، كيلباس في الجرادين، اغلب الناس مشاو لمناطق خلاء وباتوا فيهم. فحنا في هاد اللحظات كيف ما كتشاهدوا معنا واحد الزرده عامره بجارع الجولان، عامره عن اخرها، والساكنه جالسه مع وليداتهم ما باغيش يدخلوا لديورهم. كاين الناس مازال خايفين، كاين الناس مازال كيسولوا. فالحمد لله ما كانش تهز الارضيه مورا داكشي ديال البارح، ولكن كانت يعني خلفات ضحايا اللي كنت اسفوا بكل صراحة. يعني 3000 اكثر لحدود الساعة السابعة، الحاصلة فهي ازيد من 3000 وفاة، بالنسبة للجرحى ازيد من 2000 جريح، ازيد من 1000 حالة حرجة. هذه هي الاحصائيات او الحصيلة لحدود الساعة السابعة. فالوليدات والاسر خارجين، كلشي خارج لهاد الزرقة هادي اللي كتشاهدو معانا، عامرة عن اخرها كيف ما كتشاهدو على المباشر مشاهدي قناة شوف تيفي. كيف ما ذكرت لكم كيفما مثلا كتشاهدوا معنا الزردة عامرة بالأسر، وكل شيء خارج في هاد اللحظات كيفوج أو كاين الناس مازال خايفين. يعني ملي كنشوفوا أسئلة مع الناس تعليقات ولا ملي كنتلاقاو معاهم كيقولك واش مازال غتكون هزة أخرى، الناس خافوا، الناس خرجوا، خلاو وراهم فلوس، خلاو وراهم كل شيء. فالله يحضر السلامة يا ربي. ومرة أخرى إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. زردة عامرة هنا بشارع الجولان، كلشي خارج، أسر خارجين مع وليداتهم ما باغينش يدخلوا الدار، كاين اللي مازال خايف. يعني حنا معكم على المباشر نقربكم من الصورة مشاهدي قناة شوف تيفي.